خايف قوي يا مختار. خايف من ايه بس؟ اصل دي لعبه خطيره، ولو البوليس مسكنا ممكن نروح كلنا في 60 دهي. لو خايف من البوليس امضي لي على التوكيل وسيبنا العبها لوحدي، وليك عليا هقبضك نصيبك وانت قاعد في بيتكم. طب افرض اتقفشت؟ لو اتقفشت هشيلها لوحدي، انتوا مفيش عليكم اي مسؤوليه جنائيه بتاتا. طب والفضيحه؟ انت ناسي ان انت اخونا؟ يا سيدي ساعتها بتبروا مني، وكل عيله فيها الصالح وفيها المنحرف، انا يا سيدي منحرف. لا 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 لا، دي تبقى مصيبه، مصيبه كبيره. يا سعد يا اخويا، مفيش اكبر من مصيبه الفقر والاحساس بالذل والعار قصاد الناس. اتفضل يا اشرف باشا، ده شيك بمليون جنيه. يا انت كده بتمسكني من ايدي اللي بتوجعني يا سامي بيه. يا راجل دي الناس لبعضيها. بس ده مبلغ كبير قوي وانا مش هقدر اسده. ما تسدوش يا سيدي، اعتبره عربون شغل ولك زيهم كده لو تم المراد. وايه هو بقى المراد كده ان شاء الله؟ تفليته تخليني اهرب من السجن هنا. انا عاوز اسافر بره عشان اجيب الفلوس واحل مشاكلي. هتدفع 2 مليون جنيه عشان تهرب من هنا؟ مش كتير على الحريه. ويا ترى بقى عندك كام قدهم بره مصر عشان تدفع مبلغ زي ده؟ جرايه يا اشرف باشا، انت مأمور ضرايب ولا ايه؟ لو انت الصادق، انا ضابط بوليس وبحقق معاك. رد على سياده الرائد يا سامي بيه. ايه ده؟ ده ردي على عرضك يا سامي باشا. انت متهم برشوه موظف حكومي اثناء تاديه وظيفته، وطبعا في ادله وتسجيلات على الكلام ده، ودي قضيه زياده على اللي عندك يا سامي بيه. كده برضه يا اشرف باشا، وانا اللي كنت عاوز اساعدك؟ عايز تساعدني ولا عايز تستغل ضعفي؟ مش كل الناس حاطين يافطه للبيع على سندروم. هتوب. مع اني واخده على خاطري منك، بس ما قدرتش ابعد عنك اكتر من كده. يا رشا انا اسف. خلاص بقى يا سعد، ما تفكرنيش باللي فات، لحسن انا مجنونه واتخانق معاك تاني. لا انت هتقولي لي ده انا اكتر واحد في الدنيا عارف جنانك. كده يا سعد؟ هو انت عليك ما تسالش عليا 3 ايام بحالهم؟ معلش يا رشا، اصل انا ظروفي متلخبطه قوي اليومين دول. ظروف ايه دي بقى اللي ما تخليكش تسال على حبيبتك؟ خصوصا يعني واحنا متخانقين. ما انا كلمتك اول امبارح بالليل. دي مره واحده بس. ايوه، ما انت لما ما ردتيش عليا قلت اكيد نايمه. بصراحة يعني تاني يوم انشغلت طول النهار. اتشغلت في ايه بقى ان شاء الله؟ وانت اصلا واخد اجازة من الشغل. وانت عرفت منين؟ انا رحت لك الشغل وعرفت انك في اجازة. في ايه يا سعد؟ لا مفيش حاجة. لا يا سعد، انت شكلك كده مخبي عليا حاجة. بصراحة بقى وبصراحة اكتر انا عايز افضفضلك، لانك مش غريبة عني وحقك انك تعرفي. في ايه يا سعد؟ اتكلم، قلقتني. رشا احنا في مشكلة عائلية كبيرة جدا. خير؟ في ايه؟ بعد وفاة بابا الله يرحمه اكتشفنا ان حساباته في البنوك كلها فاضية، وانه رهن كل الاصول لصالح البنك. يا نهار اسود، يعني ايه؟ فلسته؟ لا ما فلسناش ولا حاجة، ما احنا اكتشفنا بعد كده ان هو كان عايز يجمع 10 مليون جنيه. يا نهار ابيض، 10 مليون جنيه؟ كان عايز يدخل بيهم صفقة مكسبها 1000%، يعني العشرة مليون ممكن يبقوا 100 مليون. سعد، الفلوس دي كلها؟ هو ده المكسب المتوقع لو الصفقة دي عدت على خير. وإيه اللي مش هيخليها تعدي على خير؟ أصلها صفقة أدوية متهربة، ولو اتمسكت ممكن كلنا نروح في 60 داهية. يا شيخ فلا الله ولا فالك، ان شاء الله هتعدي وهتبقى زي الفل. يعني انت شايفه كده؟ هو في غير كده؟ طب انت يعني ما ضايقكيش خالص ان بابا الله يرحمه كان بيتاجر في الادويه المتهربه؟ ما يتاجر في اللي هو عايز يتاجر فيه، احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ مش انا واخواتي اللي هنورث؟ اديك قلتها، هتورثوا، يعني مالكوش دعوه باللي كان بيحصل قبل الورث. انتوا ليكوا دعوة، هتعملوا ايه بالورث؟ صدقي صح. هي صح واحدة، ده 100 مليون صح.